الورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد and
الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وجميل وجميل سيدنا النبي.
وعم نوالوها كل العبادي وعم
نوالها كل العباد. ولم يكن الهدى لولا ظهورا.
قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد Oh,
الشمس من هو البدور ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس من هو البدور ولم يكن الهدى لولا بورا ولم يكن الهدى لولا بورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن كبر نادى بسم الله إسلام التقوى مغلى بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن أتقن معاني التجويد رتل قرآن التوحيد من تفسيره كان يزيد ما أجمل ذكر الرحمن من تفسيره كان يزيد ما أجمل ذكر الرحمن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن كبر وكبرت فيه النخوة نخوة خالد وقت الشدة بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن في سبيل الله الجبار عقد العزم والإصرار جيل التحرير والمسرى والزينة تاج الوقار جيل التحرير والمسرى والزينة تاج الوقار سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن
دار القرآن الكريم، يصون الدين الفكر سليم، والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان، والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان. طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم، وسلاحه حفظ القرآن. دار القرآن الكريم، يصون الدين الفكر سليم، والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان، والسنة سنة نبينا، حفظوه شيوخ الأحسان، حفظوه شيوخ الأحسان، شيوخ الأحسان. رتل بصورة طرف القرآن، واقرأ قراءات من التبيان، حبل متين مد من رب السماء، فسما إلى العلياء بالإنسان، وللقلوب ربيعها وجلاؤها، وملاذها من قسوة الأحزان، وهو الغنى والنور الذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان. هو شافع ومشفع لمن اصطفى، رب الورى من حامل القرآن، الحافظون الماهرون تعاهدوا، آياته متشابها ومثاني، قالوا نرتله بسبعة أحرف، أكرم بجمع مثقل الميزان. هم خير أمتنا وأشراف المنى، وهم الحماة وعدة الأوطان. رتل بصورة طرف القرآن، وقرأ قراءات من التبيان، حبل متين مد من رب السماء، فسما إلى العلياء بالإنسان، القلوب ربيعها وجلاؤها، وملاذها من قسوة الأحزان، وهو الغنى والنور الذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان. الحمد لله الكريم بفضله، هذه بلاد الخير والإحسان، تحمي وتبني بالكتاب شبابها، فهو البناء الراسخ الأركان، لبناته من سنة نبوية، فالوقف والقرآن مجتمعان، نور على نور أدام الله خير، وبلادنا عزا مدى الأزمان. فسما إلى العلياء بالإنسان، وللقلوب ربيعها وجلاؤها.
الله عليك النبي محمد أسرت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أسرت عليك النبي محمد صلى الله عليك.